في القسم الثاني من برنامجنا نتحدث عن اليمن، أفق الحل السياسي واستقالة جمال بن عمر والدور السياسي لقبائل اليمن. نسلط الضوء على المكون القبلي في اليمن والذي يشكل ركيزة أساسية في التركيبة الاجتماعية والسياسية اليمنية. حاشد وبكيل ومدحج أسماء لكبرى القبائل اليمنية، ما موقفها من ما يجري في البلاد وإلى من تدين بالولاء؟ أما في القسم الأول من برنامجنا لهذه الليلة فنتناول يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم غد الجمعة. منذ عام 74 يحيي الفلسطينيون الذكرى تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. تشير تقديرات رسمية إلى خوض أكثر من 800 ألف فلسطيني تجربة الاعتقال، منهم أكثر من 150 طفلا. سنتحدث مع أسير محرر نسأله عن ظروف الاعتقال وشعوره عن التحرر ولقاء الأهل، كما نستضيف مسؤولا من وزارة الأسرى الفلسطينية.